لنذهب إلى البرتغال 1-2، تأهل البرتغالي برغم الخسارة، كيف قرأت المباراة؟ طبعا ده من أروع ما يمكن للفريق الآسيوي الشرق الآسيوي اللي هو الفريق الكوري. الفريق الكوري دخل في مباراة في أول 5 دقائق هدف، بقى يلعب كرة قدم للدقيقة 91 لم يأس، هو جاب التعادل، لكن كانت أكو إرادة عند لاعبيه. يمكن الفريق الكوري، ويمكن هذه أول عام لكأس عالم أنه 3 فرق آسيوية تنتقل للدور الثاني من آسيا، يمكن راح نراجع كلها من شرق القارة، يعني من شرق القارة، يعني باستثناء الفريق الإيراني والفريق السعودي، ورغم أنه حتى الفريقين الإيراني والسعودي قدموا اللي عليهم، لكن اليوم مباراة اليوم قلت لك دخل في مرماهم في أول 5 دقائق هدف، لكن الفريق من الناحية التكتيكية ظل فريق محافظ ولو على نتيجة 1-0. نقدر نوصل إلى مرمى الفريق البرتغالي؟ بالفعل وصلوا. المباراة كان سجال، يعني ممكن قد يكون من ناحية الامتلاك الكرة الفريق البرتغالي هو أكثر سيطرة على المباراة، لكن تكتيكيا لا، كان الفريق الكوري يعرف كيف يدافع وكيف يهجم، وأنهى بوحدة من أجمل الهجمات المرتدة، وبالأخير راح نسولف عليه. قبل ما أنتقل للنعيم، يعني حتى يعني لا نريد أن نبدو كمان يعني في شرق القارة دون غربها، السعودية مجموعتها جدا قوية، والمنتخب الإيراني تعرض إلى ضغوط كبيرة قبل وبعد، يعني قبل وأثناء البطولة بسبب وضعه في هذه المجموعة اللي يريد نبتعد عنها. نعيم، شو شفت كوريا البرتغال اليوم؟ يعني أستاذ حسين، أعتقد كانت مباراة نوعا ما أنه الفريق البرتغالي كان عنده نوع من الاطمئنينة، لذلك حتى لو نشاهد تشكيلته اليوم كانت خالية من هيريو فرنانديز، أيضا لاعب فيليكس من اللاعبين المؤثرين اللاعبين الأساسيين، كثير من اللاعبين حقيقة راحهم. حتى لو نرجع للمباراة، رغم أنه يعني البدلاء ما يقلون أهمية عن اللاعبين اللي أشركهم، هاي تشكيلة المنتخبين بإمكان، نعم هو الأسلوب اللي لعب بالبرتغال اللي هو 4-3-3، الفريق الكوري لعب بأسلوب 4-2-3-1، هذا الأسلوب اللي هو معتاد عليه بالارتكازية الاثنين اللي ممكن هم يكونون خط الدفاع بالنسبة للهجوم، بيتكون من رونالدو وأيضا ماريو وهورينا. هورينا اللاعب اللي يسجل هدف بالدقيقة 5. أنا أعتقد أنه الفريق البرتغالي نوعا ما دخل بأريحية باطمئنان أكثر من المباراة السابقة، بحكم أنه قدر يتفوق في المباراتين السابقة، أنه ضمن التأهل على نسبة كبيرة، أنه يفكر في وبطل إلى نسبة كبيرة، ويفكر أنه بالمراحل المقبلة كيف ممكن الفريق اللي دور 16 اللي يلاقي. لكن بنفس الوقت ما أريد نبخس حق الفريق الكوري، مثل ما قال كابتن خلف، لعب بنفس النظام ونفس السيستم اللي بدأ به، لعب نفس رغم أول 5 دقائق سجل بهدف كرات أكثر من كرة خطرة، يمكن 37 كرات كثيرة خطرة كانت للفريق البرتغالي، لكن حافظ على نفس النظام ونفس السيستم، قدر يبادل الفريق البرتغالي بهجمات كثيرة، وقدر يحصل على التعادل بالدقيقة 26. نوعا ما أنا اختلفت التفاصيل عند المنتخبات، المنتخب البرتغالي مع المنتخب الكوري. هنا جار الفريق الكوري الفريق البرتغالي في الشوط الأول، قدر أنه نقول طلع من خانة الخوف، تحرر نوعا ما، صارت عنده حرية بالتحرك إلى الأمام والهجوم على الفريق البرتغالي. خلف، أثرت نقطة غاية في الأهمية، ربما كانت يعني لم تمر بخلدي، 3 منتخبات آسيوية لأول مرة في الدور الثاني، يعني ما لم أبحث في مدونات التاريخ، ولكن أظنها للمرة الأولى. أعتقد للمرة الأولى. للمرة الأولى. المنتخب الكوري، يعني نعيم باوع للفن، وأنا أريد أسألك أيضا بجانب الفن، تدخل وأنت بحاجة لانتصار على البرتغال، مستأهل. والبرتغال واحد من مرشحي البطولة، يعني إحنا من نتكلم على كوريا وضعنا وين بآسيا صار؟ لا خلاص. منو إحنا؟ منتخبنا. نتكلم على الكرة العراقية؟ لا، إحنا بعيدين جدا، إحنا منحدر بياني في نزول، يعني خلينا نرجع ويا الكابتن اللي أنا وشارك تصفيات كأس العالم 94. أنا أقول من 94 من طلع و...
خلاص انتهت وتفلشني من 2-0 على كوريا الشماليه نفس الوضع الان الى 3 يمكن نفس الذكريات ينتظرون الفريق الكوري كانوا شلون ينتظرون نتيجه هي اي هوايه المباراه. لا انا اتذكر يعني هاي اول شيء اللي يعني الجمهور العراقي يعرفها ولا اريد ان استغل وجود النجم الكبير نعيم بياناتنا واتحدث بس هي 2-0 للعراق والعراق رايح الكاس العالم طلع المدرب النعيم نزل لاعب بديل وخسرنا 3-2 من كوريا الشماليه إيه ابو علي هاي اخطاء المدرب احنا شو نقول اريد انا اي خلينا نرجع على اليوم عندك اثنين من شرق اسيا من يتفوقون على اسبانيا وعلى المانيا وعلى البرتغال هسه مهما كان البرتغال لعب بالتشكيل الاحتياطي بالفريق اليوم الفريق البرازيلي هم اللاعبين كلهم يمكن على مستوى على مستوى اليوم 7 لاعبين يعني يشاركون بالمباراه من بدايه المباراه لكن من تحسبهم تقول هذا فريق ايضا مؤهل لكاس العالم يلعبون افضل الانديه الاوروبيه افضل الانديه الاوروبيه ولهذا انت اللي اثرت نقطه غايه بالاهميه وانا اتمنى كل الاخوان يسمعوها تدري شنو هي انت قلت هاي امم خلينا نجي للام الكوريه والام اليابانيه ما عندهم تجنيس ابنائهم هم فما شلون اليوم من نتكلم على البرتغال هي البرتغال اوكي نعم. برازيل هي البرازيل نعم. بدون ان يكونون هناك لعيبه اجانب لاعبين اجانب نعم هم ابناء البلد يقدمون حتى احيانا يعني اليابان حتى كادره تدريبي ياباني نعم بالنتيجه يقدمون مستوى عالي يمكن انا وياك لكون انت مثلا تحب الفريق غانا وانا وياك متفقين انه غانا برازيل القاره الافريقيه من لعبه غانا مع كوريا يمكن انت في لحظه من اللحظات نهايه المباراه ما شفته قلت لك ابو علي الربع ساعه الاخيره نصبوا خيمه في يعني الكوريين كان بامكانهم يفوزون على غانا على الاقل 4-5 ما انا ما اريد اروح الى مقاسات المباراه الوحده يعني مرات الدلائل ما تعطيك يعني صح يعني الارجنتين من الخسارة الأولى والسعودية في الصدارة إلى الأرجنتين يتصدر المجموعة والسعودية مو بس تغادر تتذيل المجموعة يعني هذا الفرق ما أريد أروح إلى هذا الانطباع